باسم، منقلك اليوم مبروك على دورك المتميز بمسلسل الموت. شفنا عمر اخد حيز اهتمام كتير كبير من قبل المشاهدين. خبرنا اول شيء، هيدي الشخصية يلي اعتبرتها فريدة من نوعها، شو يلي اضافت لمسيرتك؟ أضافت شيء جديد أنا عم بعمله بحياتي. أنا أخذت قرار من زمان كتير إنه ما أعمل أدوار بتشبه بعضها، وحاول إنه أكون عم بتحدى حالي بكل دور بعمله. بعتقد إذا بتلاحظي من قبل الشقيقتان لتانجو لثورة الفلاحين لأسود لسر وهلا للموت، عم بحاول انه الادوار ما تكون تشبه بعضها وتكون ادوار صعبه، يعني مش ادوار سهله، لانه بالنهايه انا ممثل. اذا ما بعمل شيء لتاريخي التمثيلي من هلا الله ياخذ امانتي، يعني ما بكون عملت شيء بالحياه. يعني الهدف هدف مش انه بس اشتغل وطلع مصاري، الهدف انه نحفر بهيدي المهنه ونقاتل قد ما فينا لنثبت انه حتى يعني لنخلق هالمنافسه الموجوده. يعني انت بس تقوي بتخلي يعني كل اللي حواليك يقوى، والعكس صحيح كمان. دايما التجربة الجديدة بيكون فيها صعوبات، اليوم بس محس انه بشخصية عمر كان في بعض الصعوبات يلي عانى منها خلال فترة تجسيده لإلها. لكن بميز شخصية عمر عن كتير شخصيات موجودة هلا بمسلسلات رمضانية، انه شخصية يعني فيها تناقضات وتقلبات كتير، هي شخصية منا ماشي على سوا معين. يعني أنا بحلقة من الحلقات بكون فيها الأزعر، بكون فيها الآدمي، بكون فيها المهضوم، بكون فيها السقيل، بكون فيها اللي عم بيحب، بكون فيها اللي عم توجع. فبحلقة واحدة تخيلي كل التناقضات موجودة بمشاهد معينة. هيدا شيء كتير يعني بفرحني إنه ألعب هيك دور. وهيدي شغلة كتير ممثلين بتمنوا إنه ينعرض عليهم هيك دور. فأنا كان من حظي إنه أنا لعبت هيدا الدور واشتغلت هذا الشيء، كان من حظي بس كمان تعبني، لأنه بس بكون في تناقض بالشخصية اللي عم تلعب فيها بالأحاسيس، توصل لمرحلة عم تلعب كل النار طالعة نازلة طالعة نازلة، فتتعبي بآخر النار. فأكيد أنا تعبت بهذا الدور، وبشكر ربي على نعمته إنه كان عندي دور أقدر أتحدى فيه حاليا. يعني طبعا باسم، اليوم الكل عم بيحكي عن موضوع المشهد يلي كنت فيه انت وكان فيه ماجي، وماجي بغصم دانيلا رحمه، وهي بضهلها دانيلا رحمه كنت عم تحكيها وضربتها على مؤخرتها. هيدا اليوم هيدا المشهد تحديدا الكل عم بيحكي عنه، في اشخاص اعتبروا انه الشغله مهضومه واجت بالسياق الكلام يلي كنت عم بتقوله، واشخاص اعتبروا انه لا هيك مشهد ما لازم يكون ينعرض ضمن شهر رمضان مبارك. اليوم انت شو بترد على هول الاشخاص؟ لك انا يا بدي اقرر اكون ممثل حقيقي يا ما راح اكون ممثل حقيقي. يعني بالنهايه بدي اعطي الدور حقه، اكيد شهر رمضان له قدسيته وله تفاصيله، بس انا بعمل مسلسل وانعرض برمضان. اوكي، فشخصيه عمر دائما بفتش لها على قصص جديده لاقدر اقنع الناس بهالكاركتر اللي انا عم بعمله بالشخصيه. فبالتالي هذا الشيء اللي انا عملته بالدور هو ممكن يعمل عمر بالحياه، يعني لانه هيك 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 هو بتصرف، هيك حياته. فانا عملت شيء جديد، هلا الناس ما تقبلته، بعتذر من كل الناس اذا بتلاحظوا مصوره بطريقه منا واضحه. في اشخاص اعتبروا يعني انه انت يمكن ما ضربتها على مؤخرتها، مجرد صوت طلع. ممكن، اكيد اكيد اكيد، بس يعني طبعا بحركه جسديه من دانييلا وضربتي انا وين ما كانت تكون توحي انه انضربت بالمكان اللي عم تحكي عنه. فبالتالي هذه قصه لعبه تمثيل يعني، وبعتقد شغله حلوه بشخصيه عمر بعلاقته، يعني فرجي الناس قديش عمر وريم كانوا قراب من بعض من زمان ليوصل لمرحله يضربها هلا على مؤخرتها. وبالتالي يعني هو مقضى حياه معها طويله وكانت تحبه. هيدي الحركه اللي انا عملتها لفرجي الناس انه هو منه حدا بعيد عنا، هو عايش معه كان هالقد. يعني انت بس شفت هيدا الانتقاد ندمت شيء انه كان في هيدا الحركة، او اعتبرت لا الممثل لازم يكون في عنده مشاهد يمكن تمرق هيك عادة؟
لك انا ما بندهش بشيء عم بعمله حتى لو طلع غلط بالاخر او الناس ما تقبلته، لانه بالنسبه لي بعتبر انه لازم اغلط محلات، بس انا ما بعتبر حالي غلط بهذا هذا الشيء اللي انا عملته، لانه هذا شيء من شخصيتي، شخصيه عمر، وبعتقد الناس رح يحبوها وممكن تتكرر بالمسلسل يعني. رح نشوف اكثر يعني اكثر من مرة. لا ابو، يمكن يمكن انه بنادي هذا كاركتيره يعني، حسب الحاله اللي هو فيها. اكيد لما بكون معصب ما راح يعمل هذا الشيء معه، بس لما بكون عم بيغنج وعم بتسلى اكيد بيعملها. اليوم هل خلصت تصوير مشاهدك او بعدك مستمر بالتصوير مثلك مثل دانييلا ومثل ماجي؟ على الارجح مستمر لاخر اسبوع من رمضان. اليوم باسم وقت شفنا قبل السباق الرمضاني انه قد ايه انت كنت متأثر، وعم بتقول انه هيدا اول عمل درامي لإلك خلال شهر رمضان المبارك، ما رح يجيك اتصال من والدك الله يرحمه حتى يهنيك عليه ويحكي عنه، اليوم هيدا قديش بعده مأثر فيه لباسم مغنية هيدا الأمر؟ لا أكيد أنا كل ما بحضر الحلقة بقول يعني عم بفتقد لصوته، لما كان يحضرني كان يكون فخور فيي مثل شي بعمله. كنت عملت شي عظيم ولا شي عادي، دايما بيي كان فخور فيي، دايما شو ما عملت كان مشجع وحب، حتى يعني دايما دايما، حتى يعني في قصص انا كنت اعملها مثلا ما اكون برتاح فيها، كان هو يكون كتير مبسوط انه انا عملت هذا الشيء. فهذا اللي بفتقده اكيد، واكيد لا شك انه زوجتي واخواتي وامي بيعوضوا هذا الشيء.